هل الشخص الذي يعتقد الإيمان بقلبه وينطق بلسانه هل الشخص الذي يعتقد الإيمان بقلبه وينطق بلسانه مع اعتقاد أن مرتكب الكبيرة فاسق عاصي، هل يكون والحالة هذه مرجي؟ إيش؟ يقول هل الشخص الذي يعتقد الإيمان بقلبه وينطق بلسانه مع اعتقاده أن مرتكب الكبيرة فاسق عاصي، هل هذا يكون مرجي؟ إذا قال الأعمال ما تدخل في حقيقة الإيمان فهو مرجي. إذا قال أن الأعمال ما تدخل في حقيقة الإيمان فإنه مرجي. الكلام على دخول الأعمال أو عدم دخولها، هذا هو الفارق بين أهل السنة والمرجئة. نعم.